مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حطت مساء أمس بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية على متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر ب 204,000 جرعة تم اقتناؤها من فيدرالية روسيا. تجدر الإشارة أن هذه العملية تدخل في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء. نستلم اليوم الشحنة الثامنة من لقاح سبوتنيك، تقدر هذه الشحنة ب 204,000 جرعة تم اقتناؤها من فيدرالية روسيا على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية. هذا وسيتم في الأسابيع المقبلة إن شاء الله جلب جرعة أخرى من اللقاح، وهذا بهدف الاستمرار في عملية التلقيح.